فأنت في محل المحبة تجد أشياء متفاوتة، بعضها أحب إليك من بعض، لكن كلها يشملها أنها محبوبة. وفي مكان الكراهة تجد أشياء كذلك مكروهة لديك، ولكنها متفاوتة، بعضها أشد كراهة لديك من بعض. فكذلك الأوامر والنواهي، الأوامر فيها ما هو واجب وفيها ما هو مسنون وما هو مندوب وما هو تطوع وما هو مستحب، والمكروهات منها ما هو محرم تحريما باتا، منها ما هو مكروه كراهة تحريم وما هو مكروه كراهة تنزيه، والمكروهات وخلاف الأولى. فهذه الأمور لا بد أن تضع ما كان في محل المحبة في محلها، وما كان في محل الكراهة في محلها، وبذلك تستطيع فعلا أن تتربى تربية سليمة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وأيضا فيما يتعلق بالعلاج، لا بد أن تكتشف دائك أولا ما هو، ثم تنظر إلى العلاجات المقترحة، ويراقبها الطبيب المشرف عليك. وهذا الطبيب لا بد أن ندرك أن الناس في سبيل سلوك التربية والاستقامة قسمان. القسم الأول قوم جذبتهم عناية الله جل جلاله، كانوا في غفلاتهم سادرين أهل كفرنا وأهل فجورنا وفسوق، ولكن جاءتهم جذبة إلهية فوصلوا إلى الهداية المنشودة وتحققوا، فلم يبذلوا جهدا ولم يتكلف أحد في تربيتهم ولا إرشادهم، ولكن الله أهداهم. وهؤلاء في العادة لا يصلحون لكثير من التسليك، لأنهم لم يمروا على تلك المهام والفلوات والمشكلات. القسم الثاني السالكون، الذين سلكوا الطريق فعرفوا ما فيه من الالتواءات والمنحدرات والمخاطر، وسلكوه عدة مرات حتى استوعبوه وفهموه. هؤلاء أتعبوا أنفسهم في تربيتها وتزكيتها، وأتعبوا الآخرين، فأصبحوا عارفين بالطريق، هم الذين يستطيعون الإرشاد في هذا الطريق. وهذان القسمان ذكرهم الله في كتابه، وقد قال سبحانه وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يجتبي إليه من يشاء، هؤلاء لم يتعبوا أنفسهم، وإنما اجتباهم الله فجأة كان هذا فاسقا غافلا سادرا بالملاهي، وفجأة هداه الله واستقام. والقسم الثاني يهدي إليه من ينيب، التائبون المنيبون المقبلون على الله، يهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهؤلاء سيتعبون جدا في معالجة ذلك ومجاهدة أنفسهم، ولكنه جهاد لا بد منه، فهم يجاهدون أنفسهم ويجاهدون شيطانهم. وقد فتحت عليهم خمس جبهات في هذا الطريق. الجبهة الأولى جبهة النفس، فهي أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففا يأخذ كل حقه ولا يسامح بشيء منه، ولا يؤدي إلى الآخرين حقوقهم ما استطاع، ينتقص منها ما استطاع ولو خلسة أو سرقة. فالنفس إذن ما لم تكن مطمئنة فهي عدو للإنسان. والجبهة الثانية الشيطان، وهي جبهة عريضة، لأنه قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والجبهة الثالثة إخوان السوء، القرناء الذين تخالطهم في هذه الدار، والناس الذين تخالطهم في هذه الدار ثلاثة أقسام: أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهو الذي يعينك على أمور الدين، وأخ كالدواء ينبغي أن تتزهد فيه وتتقلل منه ولكنك قد تضطر إليه، وهذا هو الذي يعينك على أمور الدنيا، وأخ كالداء لا يعينك على دين ولا دنيا، فهو مضيعة لوقتك وعمرك، ويصل إليك من ظلمة بصيرته ومن سيئاته ومن عدواه شيء كثير. وهؤلاء هم الأعداء يوم القيامة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذه هي الجبة الثالثة. الجبة الرابعة مفاتن هذه الحياة الدنيا وشهواتها وزخارفها، فإنها مشغلة كثيرا ما تؤدي للإنسان الغفلة، وإن يظن أن بعد اليوم غدا وأن بعد غد يوما آخر وأن بعد هذا الشهر شهرا آخر وأن بعد هذه السنة سنة أخرى، فيسوف ويطيل الأمل ويتعلق بمستقبل مجهول موهوم، وهذا الأمل لا يقطعه إلا الأجل، فلا يزال الإنسان يفكر في المشاريع حتى يأتي أجله فيقطع عليه أمله. وهذه المفاتن، مفاتن الدنيا، حذر الله منها فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والجبهة الخامسة حظوظ النفس، فكل إنسان له حظوظ وأهواء يميل إليها، فيحب أن يكون مشهورا، يحب أن يكون قائدا أو أن يكون أميرا، يحب أن ينتصر لنفسه، يحب أن هذه الحظوظ التي تؤثر، وهذه جبهة مفتوحة عليه، وهي تشمل النعم، نعم الله سبحانه وتعالى. فيحتاج الإنسان إلى مجاهدة في هذه الجبهات الخمس: جبهة النفس الأمارة بالسوء، جبهة الشيطان، وجبهة إخوان السوء، وجبهة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها، وجبهة حظوظ النفس والنعم التي أنعم الله بها أيضا. ولا بد أن ندرك أن هذه الجبهات جميعا لا يمكن إهمال واحدة منها، فلو أهمل الإنسان واحدة منها لأتي من قبلها. مثلا النعم، نعم الله علينا سابقة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة من الله. هذه النعم الناس فيها على أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، وهؤلاء لا يمكن أن يشكروها إلا وهي تيرة عليهم ولا ينتفعون بها، لأنهم ما عرفوها إلا بعد زوالها. كان أحدهم صحيح الجسم معافى بجسمه، فشخص له الطبيب مرضه فذكر له أنه مصاب بسرطان كذا، لم يعد قادرا على تدارك ما مضى. القسم الثاني عرفوا النعمة بوجودها لا بزوالها، ولكنهم لم يعرفوا من أين أتت، فهم يظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم، حالهم حال قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهؤلاء أيضا لا يمكن أن يشكروا هذه النعمة إلا لأنهم لا يظنون أنها من عند الله أصلا. والقسم الثالث عرفوا النعمة بوجودها لا بزوالها، وعرفوا أنها من الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم انشغلوا بالنعمة عن شكرها. حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والقسم الرابع الذين عرفوا النعمة بوجودها لا بزوالها، وعرفوا أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولم يشغلوا بالنعمة عن شكرها بل صرفوا النعمة في مرضاة من أسداها، وهؤلاء هم الشاكرون وهم قليل، وقليل من عبادي الشكور، يعني الله وإياكم منهم. فالذين يأخذون هذه النعمة على هذا الوجه وأنها جبهة مفتوحة عليهم يجاهدون فيها هم الذين يزكون أنفسهم ويربون هذه التزكية.